سلام، ان شاء الله يا ربي تكونوا ملاح وتكونوا بخير. الوصفه تاع اليوم كما قال القاد الملح aujourd'hui on va la jouer simple. دونك انايا واش نقول لكم، on va la jouer simple comme d'habitude. دونك اليوم نديرو موسكوتشو. موسكوتشو هو هايله خفيفه طريه اي اون ميم طون عندها تجي كروستيانت هكذا من الداخل. يلا ما نطولش عليكم، توت سويت نشوفوا المقادير والوصفه مع بعض. بسم الله، هنايا عندي 6 حبات ولاد الدجاج، فوالا نحطهم هنايا، تخليهم يتخبطوا، نزيد لهم 200 غرام تاع السكر، سكر عادي، لو ميلانج هكذا خفيف يدوبل دو فوليوم. واش نديرو؟ نديرو شويه نتاع لافاني، نزيد لها زوج مغارف كبار نتاع كريم فريش ولا 100 غرام، 100 غرام دو كريم فريش، وتقدروا تعوضوها بالحليب، يعني 100 غرام نتاع الحليب، سينو هكذا زوج مغارف معمرين بيان نتاع كريم فريش. ودوكا نزيد لهم كاس نتاع زبده دايبه ولا 300 غرام نتاع زبده، شوفوا بعد الميلانج تاعي كيفاه ولا، الله الله، مع الزبده ولي زو والسكر ولا فاني. دوكا نجو نديرو له الفارينه. الوغ هنايا واش عندي؟ عندي 250 غرام نتاع فارينه، عندي 50 غرام نتاع مايزينا، وعندي زوج مغارف صغار نتاع خميره تاع الحلوه. دونك 250 غرام دو فارين، 50 غرام دو مايزينا، و 2 كويير ا كافي نتاع لا لوفور شيميك. نجي دوكاتيك هكذا ندخلها في لو ميلانج تاعي غير بالعقل. انا اليوم مسكوتو تاعي نديرها نص فاني ونص شوكولا. دونك نقسم هكذا العجينه تاعي على زوج، ونزيد لها شوكولا. الوغ شوكولا اللي عندي هنايا هذيك الشوكولا اللي نديروها في الحليب نتاع لي زونفون، شوكولا اون بودغ هذه هي. دونك زيدها هنايا، باردون، عندي واحد 70 غرام à peu près. Ou donc, j'ai les deux pâtes tawai, vanille chocolat, j'ai le moule اللي ندير فيه الموسكوتشو، عمرتو هكذا بالزبده والفارينه باش سيغ ما يلصقليش، سورتو انايا المول تاعي شوفوا معمر بالزوايا والمنحدرات. دونك عمرتو. واش نجي ندير دوكا؟ جو في الترني، ندير شويه فاني شويه شوكولا، شويه فاني شويه شوكولا، حتى نكمل كامل لاباط تاعي. فوالا نكمل كامل لاباط تاعي هنايا، شعلت الفوغ على 170 درجة ولا 180 كيما تحبوا. دوك ندخلها انايا تطيب، كي طيب ان شاء الله نرجع لكم. السكوتشو تاعنا خلاص هايلي كطابت، نتوما سناوها حتى تبرد مليح، انايا ما راهيش بارده بيان بيان بيان، مي بون جو في ايسيي دو لا ديمولي. بسم الله مازالو سخون، فوالا، وهايليك السكوتشو تاعنا، الله الله، نسناها حتى تبرد بيان، نزيد لها شويه سكر كلاص ونقسمها، وبالصحة والهنا. كملنا الوصفه نتاعنا تاع اليوم اللي كانت موسكوتشوه هايله، هذيك الزبده هذيك اللي درناها لها تمد لها واحد القرمشه رائعه، هذيك لا كريم فريش ثاني تمد لها بنه. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم هذه الوصفه. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحد اخرين، بقيكم بسلامه، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي ديما ديما في ساعه الخير.